حياكم الله مجددا في هلا. اليوم من الأخبار اللي أخذت مساحة واسعة من الحديث حقيقة في الإعلام السعودي ككل، أنه وجه معالي وزير العدل بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعيا وقانونيا في وظيفة كاتب عدل، وأنه راح يمروا بفترة تدريب مدتها 3 أشهر وبعدها راح يمارسوا عملهم. الموضوع ما أخذ يعني مساحة واسعة من الحديث في وسائل التواصل وفي الإعلام إجمالا. كيف يمكن لهذا الموضوع أنه يصنع فارق وأثر على المستوى القضائي، على المستوى العدلي، على المستوى القانوني؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدني بكثير من الاعتزاز في أهل حقيقة أن تنضم إلي عبر السكايب الأستاذة المحامية رنا الدكنان. وقبل ما أستقبل رنا أبغى أقول كلمة حق وإنصاف فقط يعني في حق الأستاذة رنا الدكنان. يعني غير ثقافتها القانونية الكبيرة والرائعة والعميقة جدا، هي متجاوبة بشكل نبيل جدا مع برنامج يا هلا وبشكل دائم، وهذا يضيف لنا كثيرا في البرنامج، فيجب أني أشكرها على هذا وأرحب فيها معنا في يا هلا. الله يعافيك، شكرا لك أستاذ مفرح على هذه المقدمة الجميلة. بالنسبة للمرأة، عمل المرأة في كتابة العدل، يمكن هذه خطوة رائعة جدا وقد تفيد يمكن بأمور دقيقة. خليني أشرح للناس كيف أنه يا ليت ليش تبي تفرق امرأة عن رجل. أولا إحنا في حالة أنه يمكن إلى ما قبل كورونا إحنا لازم نطابق ونطابق عند امرأة. بالنسبة للمطابقة عند كاتب العدل، أنا راح بعد ما أتوجه الآن كتابة العدل راح تكون الكاتبة امرأة، فلا نضطر أنه مطابقة تتم عن طريق رجل، اللي هي المطابقة عن طريق البصمة أو امرأة. الأمر الآخر والجيد أنه في كتابة العدل خدمة الخروج للموقع، يعني اللي هو ذهاب مثلاً الأشخاص المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منازلهم أو للمستشفيات. لك أن تتخيل أنه المريضة يذهب لها كاتب عدل، فالأمر يعني ممكن أنه بالنسبة للبعض عادي، لكن راح يكون أفضل بالنسبة لها أنه يتوجه لها امرأة وهي في فراش المرض، يعني اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. طبعا راح يختلف تماما إذا كانت متوجهة لها امرأة، راح يكون أفضل وأنسب لها كثيرا. بالنسبة للخطوة هذه بالنسبة لتمكين المرأة وتقديم لها المشورة المناسبة، يمكن دائما لما نشوف كتابة العدل يروح نلقى مثلا العائلة ما شاء الله كاملة، اللي هو الأخوان الأخوات، غالبا ما يحتاجونها في وكالات التركة وإلى ما يكون عليه. جميل. وأحيانا يتم تفضلي. يتم ذلك في كتابة عدل واحدة، لربما أنه راح تستطيع الحصول على المشورة المناسبة، والمسؤولية التي ستقع على مثلا كاهل الوكيل والحقوق التي يحصل عليها في من خلال منح الوكالة راح تقدمها لها امرأة، وممكن تكون بشكل أوضح بالنسبة لها. جميل. طيب أنا بس قبل ما أواصل الحديث مع الأستاذ رنا بقرأ لكم هذا النص. وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل 100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدة 3 أشهر بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل. أستاذ رنا، 100 تعتقدين مبدئيا أنه عدد مناسب ولا قليل قياسا بالمحاكم لدينا؟ لا، العدد جدا مناسب. أنت كل كتابة عدل مثلا منطقة الرياض أو مدينة الرياض، ليست المنطقة، المدينة فقط فيها 4 كتابات عدل، كتابات عدل ثانية وكتابات عدل أولى. بالنسبة لكتابات العدل الثانية الأربعة، يعني التي غالبا ما يكون في لها حاجة أكثر من اللي هي كتابة العدل الأولى، عدد كتاب العدل فيها يصلون إلى 20، يعني متوسط تقريبا. عدد 100 امرأة يعملون في المملكة، ترى الحاجة لكتابات العدل ما هي كبيرة، خصوصا الآن بعد اللي هو الإجراءات التقاضي الإلكتروني، نعم، والأتمتة، صار الحاجة للكاتب العدل بمواقع معينة وعدد معين ما هو كبير للدرجة هذه. طيب. ومع أيضا وجود موثقين اللي هم المحامين والموثقين نساء ورجالا، لأنه هي عملت كموثقة، وطبعا بالنسبة للإمكانيات الموثق أو ما
يستطيع من ناحية تمكين الممثل، هو نفس مقارب لكاتب العدل ومن زمان يعني تقريبا الحين لهم سنة أو أكثر. جميل. يعملون في توثيق النساء السعودية. طيب وش المؤهلات اللي يجب انه يمتلكها الشخص اجمالا الرجل او امراه، لكن يعني في النساء بما انه الحديث عنهم، من اجل ان تصبح كاتبه عدل؟ طبعا كمؤهلات علميه، بكالوريوس، طبعا بكالوريوس الشريعه والقانون، بعدين هو تدريب تطوير حصول معرفتها للحاسب الالي، قدرتها على ادخال البيانات، هذه الامكانيات المطلوبه. جميل. سياسه الاخبار طبعا. طيب استاذ رنا استاذنك انه اخذ فاصل وارجع اكمل حواري معك بعد الفاصل ان شاء الله. حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا. نتحدث عن توجيه وزير العدل بتعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل، وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية سيشهدون خلال الأيام القادمة انضمام 100 امرأة ككاتب عدل. أتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع وتأثيره مع ضيفتي المحامية الأستاذة رنا الدكنان اللي تنضم إلي عبر السكايب. أرحب فيك مجددا أستاذة رنا. اليوم في حديث كثير مطروح، يمكن ما هو من اليوم، من أوقات طويلة جدا، بس يتجدد مع كل حدث قضائي، أنه هل نحن نقترب الآن من تعيين قاضيات لدينا في السلك القضائي؟ وش رأيك أنت أيضا في هذا الموضوع؟ طبعا نعم نقترب كثير. احنا خطونا خطوة بالنسبة للمصلح، الوزارة استحدثت مهنة جديدة أو عمل جديد هو عمل المصلح، وهو عمله قريب من القاضي، وأحيانا في بعض الدول يسمونه قاضي إصلاح أو قاضي صلح. هذا المصلح يعمل فيه نساء، أو إحنا يعني أنا من ضمن اللي تقدموا للاختبار، اختبار القدرات في للحصول على رخصة المصلح، والمصلح هو يقوم بدور القاضي المتقاضيان قبل التحويل إلى القضية، الموضوع إلى قضية أو المشكلة إلى قضية، يدخل في بينهم مصلح يحاول حل هذه القضية بصفة ودية. وهذا المصلح غالبا انه يعني يؤدي دور القاضي الا بقليل، لانه في النهايه يصدر صلح بين المتقاضيين بصفه وديه قضائيا. لذلك نعم هو قريب جدا باذن الله، يعني انا اتصور انه باذن الله يعني راح يكون هذا قريب، وعندنا من الكفاءات ان شاء الله التي ستكون مشرفه باذن الله. جميل. كلميني شوي عن المصلحات، يعني إذا صحت التسمية، الآن هن موجودات في المحاكم ولا لسه خطوة يعني تحت التدريب والاختبار وكذا علشان يبدوا يعملوا؟ مكاتب الصلح موجودة الآن، لكن ما أعرف إذا كان في مصلحات. أنا من ضمن اللي اختبروا، لكن لحد الآن إحنا في مرحلة الاختبار أو الترشيح، ما صدر الآن أي شيء بالنسبة للترشيح. نعم هو راح يكون مصلحين يحلون موضوع القضية قبل انتقالها لمرحلة التقاضي، يعني أثناء وصولها للمحكمة ولكن قبل انتقالها لمرحلة التقاضي أو إحالتها القضية في حال تعذر الصلح للدائرة القضائية. طيب أنت غير أستاذة رنا أنك محامية، أنت أيضا صاحبة رأي ودائما تكتبين في شؤون المرأة بشكل موسع جدا. اليوم تعيين 100 امرأة في كتابة العدل هو جزء لا يتجزأ من تمكين المرأة في السعودية، كيف ترين هذه الخطوات وإلى أين تسير؟ طبعا يعني أنا بالنسبة مع دائما تمكين المرأة، المرأة أثبتت وجودها في كل القطاعات وفي كل المجالات، وراح باذن الله في السلك القضائي والعدلي راح تثبت وجودها وراح تنتج اكثر. لذلك انا اشوفها خطوه يعني رائعه بالنسبه، اتمنى التوفيق لهن ايضا اثبات وجودهن. يمكن اللي ممكن احنا نقول ممكن هل هو الزامي انه انا لما اتوجه لكتابه العدل راح اتوجه لامراه او الزم، او هو راح يتم الترشيح الالكتروني من ناحيه انه مثلا انا اقدم الطلب ويحلني على رجل أو امرأة، إلا إذا أنا اخترت أن أكون أو أني أنا تقدم لي الخدمة امرأة. أتمنى أن يكون اختياري ليس إلزامي،
برجل وامرأة ليكون فيها خيار لعدم الازدحام، يعني خيار للآخرين أنهم في حال أنه مثلا أنا لا أضطر الذهاب لامرأة وأذهب لرجل ما تفرق يعني كثير. أنا ضد، يمكن أنت تعرف أستاذ مفرح، أنا ضد الأقسام النسوية. أنا أتمنى أنه المرأة يتم تمكينها في كل مكان، تكون موجودة في كل مكان دون عجلها. إيه لكن الآن يمكن الآلية ما اتضحت، لكن أنت الآلية اللي تقترحينها وشي؟ أنه الشخص يختار إذا كان يروح لكاتب عدل ولا كاتبة عدل، ولا النظام يحيله بشكل آلي؟ طبعا إذا كان طبعا الآلية الحالية هو يحيل بشكل آلي، ودائما هم رجال. ولكن أنا إذا تقدمت كامرأة، هل أنه بيلزمني بامرأة أو يحيلني بشكل آلي؟ يقول لي مثلا أنت ترغبين بخدمة أنه اللي يقدم لك بخدمة امرأة أو يعطيني الخيار هذا؟ أنا أفضل أنه يعطي الخيار، لأنه ليس بالضرورة أنه أنا أذهب وتقدم لي الخدمة امرأة. أنا ممكن أستطيع أنه تقدم لي الخدمة، أو ما عندي مشكلة أنه يقدم الخدمة يكون رجل. فهنا الإشكال لكن الخيار يتيح الأحقية للنساء اللواتي يفضلن أنها تتعامل مع امرأة ككاتبة عدل. بالضبط هذا المقصد. يعني هناك من ترغب أنها تتعامل مع امرأة طول الوقت، يعني وهذا حق لها، يعني ويترك الخيار لها أيضا. هذا أنا ما قصدته فقط. طيب أخيرا، بعد 3 أشهر من الآن ستتجه 100 امرأة سعودية إلى كتابات العدل ليتولين وظائفهن الرسمية ككاتبات عدل، ما الرسالة التي تريد أن تهمس بها القانونية رنا الدكنان لهن؟ طبعا أتمنى لهن التوفيق. هناك الامرأة أثبتت وجودها، المرأة السعودية، في كل المجالات في كل القطاعات. احنا نضع عليها يعني له امنياتنا وامالنا بانهن يكونن جديرات، وهن باذن الله جديرات بذلك. نسعى ايضا انها تطور وتقدم وتساهم بتطوير الخدمات المقدمه، رغم انها رائعه جدا، الا انه انا متاكده وجودهم هم راح يكون اضافه رائعه للعمل في كتابات العدل. أستاذة رنا الدكنان شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أشكر الأستاذة رنا الدكنان كثيرا على تجاوبها مع برنامج يا هلا. حقيقة من باب الإنصاف أيضا علينا أن نقول أن وزارة العدل من الوزارات التي تسارع الخطوات نحو تمكين المرأة، ونحو يعني تحقيق كثير من الأمور التي ربما لم يشهدها الفضاء أو المشهد العدلي والقانوني في المملكة العربية السعودية من قبل. كل التوفيق للواتي سيحصلن على تعيينهن ككاتبات للعدل، كل التوفيق لوزارة العدل في خطواتها المستقبلية القادمة، كل الشكر لكل من خصص جزء من وقته لمتابعة هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل.